ثم يعني أركانه، على أركان النكاح خمسة، زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة، هذه خمسة، زوجة ثم زوج وولي وشاهدان، إذن هذا زوجة وزوج. يشير هذا القول يعني يشترط على اختلاف الجنس بينهم. فإذا على تزوج رجل رجلا أو امرأة امرأة هذا ليس بجائز في شرعنا، بل اختلاف الجنس معتبر في الشريعة، لذلك الزوج يتزوج امرأة. الخنثى المشكل لا يجوز له أن ينكح وينكح عليه. ما الخنثى الواضح حكمه حسب وضوئه، زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها. أولا ثم بعد ذلك يبين هذه الأركان واحدا بعد واحدا. أولا يبين حالة الصيغة يعني